En avant toutes. L'univers marin. مستمعينا اهلا وسهلا بكم مرة اخرى للعبيد اللي مازال التحقت بينا انتم تسمعوا وتتفرجوا في لينفير معا على MTH ميديا تالنساب وي اف ام احلى راديو. نبداو ساعتنا الثانية في ابيس بموضوعنا واللي هما ليك سيتاسي الكائنات البحرية كيما الدوفان كيما البالين. مع ضيفنا سي سامي مهني رئيس جمعية حوتيات وباش نحكيو زادة على التلوث البحري اللي نعيشوا فيه ودور المجتمع المدني في توعية وتثقيف المواطن صغير وكبير فيما يخص حماية المحيط والمحافظة عليه. توتسويت في أبيس. أبيس. مرحبا بكم مستمعينا مازلتوا كل تحقتوا بينا انتم تسمعوا وتتفرجوا في لونيفير مارين موعدكم مع عالم البحار على اي اف ام احلى راديو MTH ميديا تالنتس هاب. يتواصل مشوارنا معكم لثمانية متاع الليل. موضوعنا اليوم في ابيس هما كما كنت نقول لي سيتاسي الكائنات البحريه كيما الدوفان كيما البالين كيما الركام. عظيفنا سي سامي مهني رئيس جمعيه حوتيات. سي سامي اهلا وسهلا بك. اهلا حاول اقرب شوي الميكرو باش نجمو نسمعوك. نجم حركوا الميكرو. انت متعود على سي سامي باللي بلاتو؟ اي شويه وليت كما يقول عاد الامام متعود دائما. خلينا نبداو سي سامي نحكيو نبداو بالبدايات كما نقولوا شنو هي الخصوصيات نتاع الجمعيه هذه وشنو هي الانشطه والاهداف نتاع جمعيه حوتيات؟ حوتيات راهي بدات فكره ما بين دي انجينيور و دي زاموغو دو لا مير. بدينا نعملوا في دي روبورتاج على لا فيل ناتال دو مي بارون اللي هي صياده موجوده في خليج مونستير. وفي تونس ما كانتش فما حتى جمعيه تعنى بالحيتانيات. هي لي سيتاسي هما الحيتانيات واحنا سمينا روحنا حوتيات باش تجي اسهل. دونك عملنا الجمعيه هذه وفي في الاصل استعملنا ليماج نتاع الدوفان بور معناها انفيدير استغليتو صوره الدلفين هذاك باش العباد تغزر لكم باش الكل تغزر لنا. دونك بدينا هكاكا وبدينا عملنا برشا دي زاكسيون من الاول بداو دي روبورتاج فوتو ومن بعد تطورت لي زاكسيون. دونك الجمعيه عندها من 2010 موجودة. اي وعملنا دي زاكسيون او نيفو ميديترانيان دلفيس اللي تعملت او ميم طون في موناكو في الجزائري في ايطاليا يعني كان فرنسا كان ان ايفينمون كومون في برشا دول في نفس الوقت. فيش تمثل ليفينمون هذا نخرجوا دي اوبسيرفاتور مع دي باتو دو بليزونس والا مع بحاره. معناها كي عملنا عندكم مراقبين تابعين للجمعيه خرجوا باش يشوفوا في عمليه الصيد. هما الاكثريه خرجوا مع اللمباره. دونك اللمباره ديما يحكيوا عندهم مشاكل مع انتراكسيون مع لي دوفان. دونك خرجوا بور دوكيومونتي سي انتراكسيون وكل شيء في ليله واحده. خرجنا 14 باتو. منين انطلقوا؟ من بورت صياده. من بورت صياده داكور. احنا حبينا نعملوها على الابرات الكل مي لوجيستيك قويه واحنا وقتها مازلنا ما عندناش لا كاباسيتي دورغانيزي. هل ممكن كابتن نعملوا ايفينمون كيما هكا يشمل ابرات تونس الكل؟ طبعا معناها ما فماش كان لوبسيرفاسيون تاع الدوفان راهو يعملوا دي بريليفمون دي ميزور تاع التمبيراتور. باش نحكيو على الدور العلمي نتاع الجمعيه هذه كابتن يلزم يكون عندهم نومبر دوبسيرفاتور يعني البدويت يا ما شاء الله موجوده في تونس وكانت مراكب ترفيهيه ومراكب صيد بحري والابرات تبارك الله عندنا ما شاء الله. يعني يسوفي دافوار لي ديزوبسيرفاتور يسوفي نسقوا مع كل الابرات عملنا تنسيق به باش يخرجوا في كل وقت. عملنا لهم ميم اون بتيت فورماسيون باش يعرفوا شنو باش يعملوا افيك دي فيش ا رومبليغ وقت الاوبسيرفاسيون و تو سا. دونك هذه اكسيون ما عملناها ووقتها معنا مدام ريمال بن مسعود اللي هي تعتبر اول
دكتوره في علم السيتاسي اللي هما معناها اول سيتولوج تونسيه دكتور. دونك عندنا هذيك وانا كي في اول المشوار المهني نتاعي خدمت في دار الحوت وخدمت على لي انتراكسيون ما بين لي دوفان والبحاره سورتو جوستمون نحكي احنا على لي دوفان نجمو نراوهم بارتو في اللابرات نعرفوا اللي هما يتبعوا ياسر البطويت في دخولهم للبرد. لكن سؤال ممكن الاجابه تنجم تعجب برشا عبيد، هل نجمو نراو حيتان في قريبه للسواحل التونسيه؟ قريبه للسواحل كنش تبدا عندها مشكل قربه للسواحل، وشفنا نوع متاع بالين الروركال ولا حوت العنبر يقرب للسواحل أما يبدأ عنده مشكل وقتها الأكثرية يبدأ ضايع ولا قريب يشحط معناه بعد أيام نقوه نافق على الشط. دونك ديما يسألوني عندنا دوفان سي عندنا دوفان عندنا ستة أنواع متاع دوفان عندنا لي غران لو بلو غران أودونتوسيت اللي هو معناها بالين بسنين أوكي دوفان بسنين تقصد دوفان بسنين اللي هو الحوت العنبر عند دونك وعندنا الروركال دونك عندنا عندنا ما نشوفه كي نخرجوا للبحر ساعات برشا بحاره يبعثوا لي دي فيديو بتاع يشوفوا دي بالين يشوفوا دي اسراب كبيره بتاع دوفان. حكينا على الدوفان للاسف فما ديكا ايزولي وين برشا صيادة يهاجموا لي دوفان بشتى الطرق باش يبعدوهم وما يخليوهمش يهاجموا ولا يقطعوا الشباك نتاعهم. كيفاش اليوم جمعية حوتيات تقترح ان نقاوموا الظاهرة هذه، خاصة اللي كابتن من شيرة تشوي ومن شيرة تكوي، من شيرة الصيادة كشبك هذاك يتكلف له برشا فلوس ومن شيرة اخرى لازمنا نحافظوا على الثروة هذية لدوفان اللي عنه. دونك بديت قلت لك المشوار المهني بتاعي خدمت على الحكايه هذه وعملنا تيوب يوفى بانتونواغ نضربوه بمطرقه من جهه اخرى الانتونواغ يبدا تحت الماء يعمل صوت. دونك الصوت هذاك يشوش لو سيستيم رادار بتاع الدوفان دونك الدوفان يبعد. مي هذه مانويل واحد باش يبيت الشباك بتاعو باش يقعد ليله كامله يضرب بواه. دونك بالتكنولوجيا فما des équipements qui a tout filmé il y a partout des ultrasons dans la gamme les yasmaha dauphin bichi bad dauphin. Donc عملنا des tests في قرقنا وفي صيدة نتاع زوز انواع ما غير ما نضربوه. ما تنساش فرات راهو احنا هو في الميليو نتاعو ناتوريل اي احنا هما لي زيترونجي على لا سي فري هما البحاره راهو في بعض الاوقات طلبوا حتى الانترفونسيون تاع المارين ناسيونال باش يحسبوهم كي جراد فهمتني كيما عملوا الفرنسيس بعد دوزيام غير مونديال المجازر الارمي بتاع فرنسا قتلت دي دوفان بال ذكر فما صور كابتن توافق الحاجة هذه حمام دم لطف عليكم الناس الكل. حبيت نقولك لي روكام همش داخلين في لي سيتاسير اي لي روكام همش مش من نفس لكن العائلة. من مشمولات جمعية حوتيات اي احنا اوني لا فوا دو سون فوا حتى حد ما يحب يحكي على الروكان دونك اون ا بري سيت كوز كور باش نخصصوا له برنامج كامل في ابيس نحكيوا على لي روكان خاصة اللي فما دي تريتي انترناسيونال موجودة ما فماش قانون فعلي مفعل لكن فما جوستومون لي كونفونسيون انترناسيونال هذوما اللي هما اقوى برشا من لي لوا اللي تنتجهم الدوله التونسيه وبرغم من هذاك مانيش قاعدين نطبقوا في الحاجه تاعي في سي ملزمين لينا يعني اقوى من القانون يبداو حوتيات انا راجعين بعد الفاصل ما تبعدوش. مستمعينا اللي مازلتوا كي التحقتوا بينا انتم تسمعوا تتفرجوا في لونيفير مغا على ام تي اش ميديا تالنت هاب وعلى اي اف ام احلى راديو. كنا نحكيو مع سيسمي مهني رئيس جمعيه حوتيات حكينا على لي دوفان حكينا على لي بالين لكن من مشمولات جمعيه حوتيات زاده هي التوعيه والدفاع عن المحيط. لكن اليوم سيسمي من اهم الادوار اللي قمت بها هي التوعيه جوستمون، لكن هل الطريقه نتاع التوعيه اللي قاعدين نستعملوا فيها توا اعطت ثمارها؟ ما نتصورش ما ليناش نتائج ولو صغيره. شنو البديل قاعدين نستعملوا في دي تكنيك بتاع لي زاني بتاع القرن الاخر هذه تعمل كونفرنس وفي اوتيل وتعيط البحاره
باش توعيه على المحافظة على السلحفات بار اكزامبل معناها سي ما يجيكش، وحتى اللي يجي تبدا تتلوغ عليه بالفرنسيز يقعد كل واحد بعد شنو البديل شنو البديل معناها انت البديل يفو عليه للتيران تمشي له للميليون تحب تحكي معاه تمشي له للبرد معناها في البرد هذاك هو الدومين نتاعو هذاك هي الزون نتاعو هذاك التريتوار نتاعو انت باش تعرفوا بحاجه لازمك تمشي له. انا بار اكزومبل في البرد بتاع سياده معناها كل يوم بالكلام بالواحد ولاو يعيطوا لي الدوفان نعملوا حاجه مع بعضنا فهمت معناها بشويه بشويه هما راهو الحكايه بتاع الدوفان مشكل معناها في الاخر بكل كي تشوف هو سيسمي انت لقبت بالدوفان اي لقبوك للدوفان مش مشكل بالنسبه للبحاره هما قبل علاش كانوا في عهد بن علي بحاره تقول له شنو احوالك يقول لك كدن في ركليد ما يجمش لا يقول لك المحروقات زادت ما عادش نجم نخلط عليها لا ليزيكيبمون ما غلاو الدوفان في المهموطه هكا ولاو ليزانستيتيو يخدموا كي زينا نشوفوا حتى لي ديشيرور نمشيو للبحار يورينا دهره نتاع شدت في حجر ولا حاجه ماهيش نتاع الدوفان نعرفوها نتاع الدوفان كيفاش يجبد ويخليها فهمت دونك المشكل خذا بروبورسيون كبيره اما توا هكا سكتوا ما فماش بحاره يحكيوا على الدوفان ولا دونك تعدينا للمرحله اللي بعد المرحله اللي بعدها توا نحن قلنا نستعملوا الدوفان بور بينيتري لا كومبلكسيتي تاع الموند مارين كيفاش باش نعملوا التوعيه كيما قلت لك احنا ولينا نمشيو للبرد كان عندنا حاجه باش نعملوها حتى دوكيومونتير ما نقولوش يجي لدار الثقافة لا في مسرح لا حد شيء نمشي له للبرد نعمل له دوكيومونتير على القرنيط على لي زيفي نتاع القفاص نتاع تربية الحوت يشوف حاجات معناها حتى هو خاطر في الاخر هو مصدر العلم نتاع البحار نحن قرينا واحد اما في الاخر بالكل احنا دخلاء على الميدان نتاعو دونك يلزمنا نعرفوا كيفاش نقدموا المعلومه ونبسطوها يجيونا مكل لي كورب هذوكم وهاي والارقام اللي تفجع تحكي معاه بلوغته وتهبط تعالي هو العلم شنو سي بيان لي ريشيرش اما اذا ما نوصلوهمش خاطر اول اللي في الصف الاول كما قلت لك هو السيد هو اللي يجيب لك المعلومه كنا استدعينا السيده برشا السيده كو سوسوا ناخذهم بالتليفون وحتى نستدعاهم هم في البلاتو ناخذوا رايهم خاطر رايهم مهم ياسر واذا هو يولي شريك يولي يمدك بالمعلومه كان تتذكر وقت صاحبنا اللي يعمل في البرودوي هذاك باز اي 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 اي, أي, أي. سينويره اي دونك السيد ولا هو وكيف كيف الجماعه اللي عملوا لي زيتود نتاعهم مع البحر السيده هما اللي مدوهم بالمعلومات دونك هو شيء ويخرجوا معاهم في بطويتهم اكزاكتومون هو اللي باش يطبق يعني اذا انت شكون عامله انت وكيف كيف انا نضم صوت كنقول راهو دوفان ماهوش الانمي نمبرو ان نتاع نتاع السيده قبل نورمالمون قبل بالسونار وكل شيء ولا بالشبح يشوف الدوفان يعرف فما حوت كيما يشوف طيور على البقع يعرف فما حوت اكزاكتومون سيستبشروا به يستبشروا به يقول لك مادام دفاع وفما حوت جاي اكزاكتومون سي سيمي بربي عندي سؤال هوني حكينا على خلنا نطرح السؤال ومن بعد بعدين عندي سؤال معك سي سيمي احنا تو حكينا على البحار على توعية البحار لكن ما فماش كان البحار فما برشا مواطنين قاعدين يلوثوا في البحورات يلوثوا في الشطوط ومش كان في الشطوط حتى في الكياسات وحتى في الشوارع المواطن هذا كنا سبق وقلنا له راهو بارتي كبيرة من الحوتة اللي قاعد تاكل فيها راهي معبية بالبلاستيك راهو فيها بلاستيك وهذا ما أثرش كي حاجه كي حاجه ناكلو كارت تاع التليفون تليفون اي انت مواطن كي تقولوا هكا وما يسمعش نصيحه ولا ما تاثرش عليه شنو هو الحل باش انك تقنعو باش جوستومون ما يطيش ويقعد محافظ عليك البلاصه النظيفه اللي لقاها باش نرجع للفاست معناها الكونسيبت تاع التوعيه راه ما تنجمش توعي واحد مش قابل باش ياخذ المعلومه ويتقبلها معناها انت ذاك وهذا هو التحدي ذاك هو التحدي هيك علاش معناها فما ناس يخدموا في ترونش داج نتاع اعمار محدد انا نخدم مع الصغار خاطر انا بالنسبه لي انا
الصغير وشفت لي رياكسيون نتاعهم في لي زاتولي اللي نعملهم معاهم راهو يتقبلوا ويسون رياكتيف، معناها يروح للدار يقول له ما عادش تشري لي لا سفن لا تقول لي سفن لا، فهمتني؟ والكريوز هذا صغير صغير يحب يعرف، اي يحب يعرف الحوته هذيك، وعنده انفلونس على والديه كي يجيب معناها كي يعمل الطفل الصغير مارك البوه ولا لامه. كيف حكيت سفن سيسي؟ نعم حكيت سفن. اي سفن هذاك توا كل شيء كلب بحري، يقول لك كلب بحري يبيعوا فيه يوصل 30,000 كيلو، هذاك بتاع روكان فيه البلومب فيه ميركور فيه. شفت فهمت في جورني السؤالي هذايا، شفت اللي حكي عليه سي سامي هو طريقه اخرى نتاع التخاطب. برمي طرق التخاطب هي المتاحف البحريه، وينهم سي سامي؟ متاحف البحريه وين؟ فما دي متاحف البحريه يعني تحت الماء تقصد؟ لا 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 فوق الماء اللي نعرفوهم كيما دار البحر وكيما سيدي الحني. هذوما وينهم؟ تفضل سي سامي. وينهم؟ تعرف عندنا مشكل يلزم توقع ايفوليسيون تاع لي موزي مارين، خاطر توا انتروتونير ان موزي مارين سي داكواريوم اي تو سا سي فريمون كوتو، برشا برشا فلوس فيه. هك علاش نستعملوا التكنولوجيا 3D؟ انا فما اكثر من 3D، فما الرياليتي فيرتويل وتو سا، فما الاخرى نجي نحكي لك على فما متحف المتاحف الرقميه راهو زاد باش نحكي لك عليه، نجم تدور المتحف هذا وانت في دارك. باش نستقبلوا في 2024 قاعد يتصنع توا ستان كاتامارون ستان موزي كيما نقولوها فواياجور، باش نستقبلوا ان شاء الله في قمرت في 2024 ولا 2025. هو هذا يجب يكون حل بديل باش نتقبوا توا الصوره، الصوره كما قال لك تكنولوجيا جديده بتاع الصغار يلزمنا احنا نمشيو لهم اكزاكتومون. اما هذا باش تعيط له كما قال سيمينار ولا منهج في لا 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 ما ولا اثبتت انها عدم جدارتها الطرق ولا نمشيو نهزوا جروب سيبيا ويعطيهم الصحه. حتى مع الصغار راهو مش تعيط لهم تعمل لهم محاضرة وبارك الله فيك وهم يلعبون يلزم اي فوالا صغير جستماز صغير تهزم راهو عندهم دي كيستيون دي كول انا نسميهم نبدا مفجوع مع الصغار يجم يسميهم معناها سؤال يعطيك ماكش تستنى فيه اي سي سا لو تروك يفو لو فيغ بونسي يخموا في في الحكايه. انت ماكش باش تفرض عليهم حاجه باش تقول لهم هاو كيفاش هاو الشبكه البحريه كيفاش شنو هي الغولاسيون بينات، ما فماش حتى كائن زايد راهو في الدنيا الكل الكره الارضيه كل حيوان معناها عنده بقعة عنده الخاصيه نتاعو والبقعة نتاعو الوظيفه نتاعو. سي سيمي انتم من اهم الاعمال اللي قمتوا بها والانشطه السنه في صيف 2022 دورتوا بيتيسيون في ولايه المنستير اسمها انقذوا خليج منستير 2030، كنتوا تشكيتوا من الوضع الخطير اللي فيه الشطوط والرمال والبحورات نتاع المنستير. خلينا نبداو مع نشخصوا شويه الوضعيه هذه سي سيمي ومن بعد نتعداو للمطار. الوضعيه نتاع خليج المنستير معناتها كتبت عليها ووقعت فوق بتاع اسماك جوستمون. انا ندعو العبيد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين تلتحق بينا لايف ستريمينغ على باج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وام تي اش ميديا تالنت هاب، لان حاطين العريضه اللي قاعدين نحكيوا عليها باش تكون باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، دونك نجموا تقراوها انتم تتفرجوا فينا. سي سامي وصل دونك خليج المنستير كما قلت لك فيه عديد بتاع كوارث بيئيه تصير فيه. علاش؟ على خاطر فما محطات بتاع لوناس يصبوا ديريكت من غير تريتمون، على خاطر فما معامل بتاع التكستيل وانتم تعرفوا التكستيل قديش يستعمل دي برودوي كيميك وكل شيء يصبوا ديريكت من غير حتى تريتمون. معناها هذا قاعد يصير من توا 40 سنه ولا 50 سنه. الوضعيه ولات كارثيه وقاعده كينهي فما نار قاعدة تمشي تحت الماء ولذلك قاعدين يموتوا لي بوند بوزيدوني اللي موجودين اللي هما يحميوا في جزر كوريا يفون اتر بيانتو انتامي سو كي معناها حتى جزر كوريا ما عادش باش يقعدوا اذا كان هذوما يتنحاو. دونك الوضع فريمون خطير، وضع خطير. اما عندنا عندنا فما دي سوليسيون تسيب هذا سي هذا ممكن وضع هذه جريمة في حق الطبيعة وفي حق المواطن وفي حق الناس الكل.
يعني جريمة برمي جرائم يعني ممكن المسكوت عنده تو خليج جيبس خذا حظه في الميديا راهو هذا بالرغم اللي ليه يعني حتى خليج جيبس فقط برشا لبس في الحكاية ما خليوش برشا صحفيين وبرشا استقصائيين ما نجموش يوصلوا للمشكل وين ما هو هذا سي جنرال من بنزرت الحمام نلف رادس زهرة مستير كنا حكينا على زهرة تلوث سي جنرال وهذا جريمة وجست نسأل البيتيسيون يعني مش خاصة بخليج المستير لا لا يجمو تونس كامل يصحوا معك عالم كامل أنا معناها حتى نطلبوا معناها الناس باش تكون ما مشان ضدنا خاطر قداش وصلوا للعبيد اللي صحت فما 200 هكاك اللي تو وصلوا ما هي شويه انا نشوفها عندنا وين وين مليون نسمه يسكنوا حول خليج المستير يلزم اكثر يعني مع كل احتراماتي كان جات ستوري نتاع نتاع انفلونسور ولا انفلونسيز راهي عاملت 500,000 باش نستعمل وين هكاك ما بون صراحه راهو هذيا مساله حياتها وموت فورت احببنا ام كرهنا طريقه نافعه وناجعه باش انك توصل الفكره ولا توصل موقف ولا توصل معلومه هذا معناها واضح وواضح جدا زيدا معناها ما فما حتى مشكل انك تستغل انفلونسور ولا انفلونسوز في باش تدافع على القضيه نتاعك خاطر ريالمون سي سيمي اسمه انفلونسور هو اسمه مؤثر ويأثر على برشا عبيد دونك ميسيل قلنا احنا تقريبا 200 صح وانا من المنبر هذا سي سيمي عدد يحش سامحني في في لامبلور وفي التلوث هذا واللي وسبق وحكينا عليه كابتن في البونليو سود معناها يمرض بالكونسير ويمرض بالامراض الجلديه وين نلقاوها بلاي فانا هذه البيتيسيون شنج تتقع الباج بتاع الباج نتاع حوتيت جوستمون من المنبر هذا احنا كاعلاميين احنا كمجتمع مدني حاضر معنا زيدا سي سيمي ندعوكم باش تلتحقوا بالباج فيسبوك نتاع حوتيات تنجموا تلقاو فيها البيتيسيون تنجموا تصحوها تنجموا تساندوا ال 500,000 نسمه اللي تعيش حول الخليج نتاع المونستير هذا واجب وطني لا ريب فيه وهذا زيدا حياه عبيد هي تعبيد في المحك سي سيمي حتى لي 5 دوموند ظاهرين معناها جوستمون المطالب المطالب نتاعكم واضحه على الاخر الاولاني اعلان كامل خليج المنستير محميه بحريه ذات اهميه متوسطيه معناها مش كان قوريا الخليج ككل المطلب الثاني اللي تقولوه انتم كجمعية حوتيات وقف التلوث البحري في خليج المنستير من المصدر هوني نحكي على المعامل المعامل ولي ستاسيون تاع ليبيراسيون هذوكم تاع لوناس اعتماد مشروع الكاهنة كحل لمشكلة معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في شي تمثل المشروع هذا مشروع هذا هو مشروع سوليسيون للجهة الساحل الكل باش نعاود ونستعملوا المياه المستعمل نتريتيوهم نعاودوا نستعملوهم معناها فما فما بروسيسوس حاضر حاضر استنيو فيهم انهم اقتراح نتاع مجموعه من مكونات المجتمع المدني كما ما حبوش يمشيو فيه ما فهمناش علاش احنا ماذا بينا نمشيو فيه اكثر باهي نكملوا المطالب ما عادش عندنا برشا وقت وسيرتينمون نرجعوا كي تحط بروجي وتلقى تأييد هذاك عليه انا ندعو العبيد باش تمشي تصحح البيتيسيون هذيك يبدا وراك برشا عبيد راهي الفكره تتسمع دونك اعتماد مشروع اعاده تأهيل الخليج مع الاخذ بعين الاعتبار اضافات ومقترحات المجتمع المدني الجهوي تعمل حظر استخدام المصائد البلاستيكيه الدرين في كامل الخليج وتطبيق القانون ضد مستخدمي الدرة والكيس في دقيقتين سي سيمي اليوم الاكسيون هذه كان تنجح تنجم خلينا نقولوا باريفي دومينو معناها تنتشر في سواحل تونس الكل يعني الوعي نتاع مواطني مدينه المنستير ينجم يتنشر في بقيه السواحل شو هي راهو سيت اون بريز دو كونسيونس الناس كل فايقه لا فما مشكل اذا كان بدات الليفي بوزيتيف بدا من المستير يعني مرحبا والناس كل حاضره ظهر لي احنا اون اي تي كونتاكتي من جماعه حمام نلف جابس الناس كل معناها
مستعدة نيش الكل تخدم مع جمعية حوتية كابتن. نخلي لك انت زيدة توجه رسالة خلينا نقوله لل 500 ألف مواطن اللي يعيشوا على سواحل وخليج المنستير وبقية المواطنين التوانسة ل 12 مليون. نحكيو على 12 مليون فرات هذا خاطر يهمنا الكل. راهو البحر ديما نقول ما عندوش حدود، يبدا من الجنوب للشمال يمشي حتى لأوروبا. دونك اذا خليج المستير تمسخ دونك باش تصير العدوى، وهو مش وحده. دونك انا ندعو الناس الكل باش يعني هي تصح بيتسو يعطيو الاهميه اللازمه. ما فهمتش التوانسه راو يلزمهم يفهموا انه هذا يخطر على الصحه واخطر على الامن الغذائي واخطر على العقل. هي جملتك كانت نجم تقف الصحارة خاطر احنا كي طرقنا الموضوع هذا في البونليو سود في تونس حضروا معنا دي شيرشير، حضروا معنا أخصائيين، لاحظوا اللي فما عبيد مرضت بأمراض جلدية خطيرة ياسر كي عامد في البلايس اللي تصب فيها لوناس. فما شكون مرض عافينا وعافيكم الله بسرطان الجلدة، فما عبيد مرضت بجراثيم في المعدة متاحة خطر كي هبطت تعوم بلعت شوية من الماء الملوث اللي تهبط فيه لوناس. كابتن سي ساريف وزوتر راهو باش يصير لك. التونسي مش حاب يوعى. وقتاش وعى التونسي؟ وقت الثوره. تذكر الثوره لو 14 جونفيه واللي شد في الصف ومنظم وكل فيه. الشعب التونسي شعب مناسباتي. وقتاش وعى التونسي؟ وقت اللي الكورونا ضربت طنابها ولا خايف ويغسل في ديفيجيل كل يوم ودنيا ماسك بعد يعني وقتاش نوعى؟ وحتى كنا نضربوا بال راهو سي جينيرال راهو حتى حد ما هو الابري من الشيء هذايا. يجب هو لعمل تيد ولا ساقه نظيف يلوح زبلته في بقعتها منظم في داره يلمع في الشارع ويمشي للبحر يعوم يمرض ويروح. ما تنجمش تقول حاجة أخرى كابتن. واحنا من المنبر هذا ومن واجبنا التوعية، من واجبنا أن نوصلوا المعلومة ذيك عليه. زيد شوية تلقاوها تلقاوها اليام تاع البيتيشن هذي تنجموا تصحوها حتى كان ما كومش مسيترية، حتى كان ما كومش تعيشوا في على خليج المنستير، كانكم توينسة تعيشوا في تونس ولا حتى في الخارج أتوا تلقاوا اليام تاع البيتيشن هذي في الديسكريبسيون تاع الفيديو. يعطيك الصحة سي سامي مهني على حضورك معنا رئيس جمعية حوتيات. كانت هذه أبيس فاصل قصير مع الموسيقى وهنا راجعين. مستمعينا وين ما كنتم انتم تسمعوا تتفرجوا في لونيفير مارا على EFM و MTH ميديا تالنت هب في افونتور اوسيان. باش يحضر معنا سي فتحي بيار رئيس FTPS الجامعة التونسية لرياضات صيد الاسماك باش نحكيوا على بطولة لو افريك اللي باش تصير في بنزرت في سبتمبر وبطولة العالم للبيش سبورتيف شامبيونا دو موند نتاع البيش سبورتيف اللي باش تصير في نوفمبر في حمامي توت سويت في افونتور اوسيان. Aventure Océane. موضوعنا معك سي فتحي بياري هو الجامعة التونسية لرياضات صيد الأسماك. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. فرحتنا ونورتنا بحضورك معنا اليوم في بلاتو لونيفير مارا. أول مرة اللي نحكي على رياضة بحرية في البرنامج هذا. حكينا قبل على السكيبر، حكينا على الليفوالي، لكن عمرنا ما حكينا على رياضة البيش. رياضة حكينا عليها فرات. نذكر كانوا الجامعة كانت نظمت يوم مفتوح يتم ولا في عملناه في نطاق اليوتينغ فيستيفال في جمرت. وكان يوم بصراحة أنا بدي راو اكتشفت سيمونير حق اكتشاف رائع واجريابل مو سوربري من النظام ومن الايكولوجي والمحافظة كيفاش الحوت يصطادوا بعد يرجعوا الماء. كانت يوم الجامعة هذه عندها برشة أبعاد إيجابية باش نحكي فيها. لا لا تفهموهم تلعبات فرصة. نتذكر وقتها في اليوتينغ فيستيفال نتاع جامرت اللي فات برشة ديسيبلين نظام لعبات تخدم على رويحة، خدمتوا برشة زيادة على حملات التوعية. لكن خلنا نبداو ساعة نعرفوا بها الجامعة والأنشطة اللي تعملها واللي تقوم بها فيما يخص رياضة الصيد، وخاصة نفهموا شنو معناها لابيش سبورتيف واللي هي رياضة الصيد. سي فتحي بياري. أهلا وسهلا. فتحي بيار. بيار عفوا سامحني. عفوا. رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي. دونك لا فيديراسيون تونيزيان دي بيش سبورتيف ا ايتي كريي ان 2005.
وستي نحاولوا بالديرجة سي فتحي باش المستمعين والعبيد الكل تنجم تفهمنا اليوم وتتفاعل معنا. جامعة تونسية للصيد البحري كانت أسست عام 2005، وكان هذا طلب العشرات أو المئات من الناس اللي هي مغرومة بالصيد البحري الرياضي. وإحنا أسسنا منها جمعيات، كانت جمعية الحمامات، قليبيا، وبنزرت، هذوما تقريبا كانت النواة الأساسية اللي أسسنا بها. اليوم عندنا أكثر من 50 جمعية منخرطة في صلب الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي. الرياضات اللي احنا قاعدين نتبع فيها معناها الاختصاصات هي عن اختصاص الصيد بالغطس، عن اختصاص الصيد بالصنارة من الشاطئ، اختصاص من القوارب، رمي المثقال البحري. و شو معناها رمي المثقال البحري؟ الصيد من الشط فهمناها، الصيد من البط ومن الزورق فهمناها. شنو السبور هذا؟ شنو النشاط هذا؟ داكو احنا جايين دونك زاد نكملوا عندنا الصيد من القوارب قلنا، والمساك عن التنفس، هذوما الانشطه الاساسيه لجامعه تونسيه للصيد البحري الرياضي. رمي المثقال البحري هو معناها الاختصاص هذا يخرج من تقريبا من الصيد بالصناره. دونك ما تعرف صيد بالصناره من الشاطئ، شكون يرمي معناها يرميوا الصناره نتاعهم في الشاطئ على البحر، وشكون معناها حتى تعرف البحر السمك تجم تلقاه في اماكن بعيده. دونك من غاديك طلع الاختصاص هذا. اليوم ثم بطوله عالم وثم معناها انشطه كبيره في الجامعه الدوليه، مع العلم اللي الاختصاص هذا في الجامعه الدوليه انا اللي لاهي به. دونك انا داخل في كعضو في الكونفدرالية العالمية للصيد البحري الرياضي، عضو في المكتب التنفيذي، وفي نفس الوقت أنا زاد اللي لاهي برياضة رمي المثقال البحري. به خلنا نرجع ساعة للصيد مشط اللي يرمي الصنارة ويصطاد الحوتة الأكبر هو الرابح. يعني شنو القواعد؟ خلينا نفهم. نعم. بالنسبه للصيد بالصناره من الشاطئ، هي معنا اختصاص دخل سنه 2006 للجامعه التونسيه للصيد البحري الرياضي، ومع العلم اللي راهو نجي نشوفه تو في تونس نلقاو مئات الالاف معنا مغرومه بالرياضه هذه، وهي رياضه معنا متقدمه جدا. هي هوايه ورياضه في نفس ال هي نعم هي الهوايه هي اللي خلقت الرياضه هذه وجعلتها معناها من اهم الرياضات الموجوده في تونس ومن اهم الانشطه. احنا ما ثماش شكون في تونس ما عندوش في العائله نتاعو شكون ما عندوش معناها صناره ولا خيط. عنده صناره ويمشي للبحر ومسكوزي حتى كان ما يصطاد حد شيء، هو يمشي جوست على البي هذيك، خلينا نقولوا السكينه هذيك في البحر في الليل ولا حتى في الصباح، خاصه في الشتاء. كابتن هذاك المغرومين هذاك سالوني سي منير قال لي مغروم بس، قلت له لا والله لا راه مش ياسر، رغم اني مزهار صرت مرتين في حياتي، مره في غار ملح في البر طلعت كعبه قاروس، والتخالتي بالعمل داخل ممكن تعرف يقول لك لا شانس دي ديبيتور فوالا. دونك هذيك مره ومره اخرى استت في الحومه مع الاولاد فلكو. دونك يسالوني قالوا تستا، قلت لهم لا والله راني مش مغروم، قالوا على الاقل مغروم بالمشوى، قلت لهم لا راه مغروم كان بالماكله. نعم اي دونك احنا الصيد بالصناره من الشاطئ هي اختصاص وفيه بطوله عالم وفيه معنا عندنا البطوله نتاعنا. وشنو القواعد نتاعها؟ القواعد نتاعها هي ثم ديما نحكيو على المحافظه على البيئه. دونك بالنسبه خاصه الخاصيه هذه اللي فيها الكاتش اند ريليز، كاتش اند ريليز معناها تمسك السمكه وترجعها للماء، وهذه معناها اللي مش نقوموا به زاد حتى في بطوله العالم باش تكون في الشهر القادم في تونس. في تونس احنا قبل ما نتعديوا لبقيه الانشطه سي فتحي بير رئيس الجامعه التونسيه لرياضه صيد الاسماك، نخرجوا فاصل قصير وهنا راجعين. مستمعينا اللي مازلتوا كي التحقتوا بينا، موعدنا معاكم قريب يوفى كابتن تاو 7:49 دقيقة، احنا قعدتنا معاكم تتواصل حتى الثمانية متاع الليل في افونتور اوسيان. ضيفنا سي فتحي بير رئيس الاف تي بي اس الجامعة التونسية لرياضة صيد الاسماك. كنا حكينا كابتن على فئة من فئات الصيد هذايا، انك ترمي الصنارة وانت مشط، وهوني سي فتحي باش يجاوبنا على شنو هما لي كريتير باش اللي يساهم في
البطولة هذه وفي الرياضة هذه نجم يربح كما قلنا نقوله الصيد من الشاطئ. دونك بالنسبة للاختصاص هذا اليوم احنا عندنا العديد من الجمعيات اللي هي منخرطة في الجامعة، الكثير من الرياضيين زاد كيف كيف البطولة ولات عندها نسق كبير ورسق معناها يعني فما بطولة سنوية معناها قاعدة تصير كل بطولة عام. مع الأسف اليوم البطولة واقفة نظرا معناها للضيق الموارد المالية اللي موجودة معناها في الجامعة، وإن شاء الله ما تتحل في الشهر القادم الأشكالية هذه، لكن عندنا بطولة كبيرة وعندنا العديد من الأبطال. واليوم رانا عندنا أبطال العالم اللي هم شاركوا في السنة الفارطة دونك تونس نظمت بطولة العالم الماستر لأكثر من 55 سنة، وإحنا تحصلنا على جميع الميداليات تقريبا تونس، يعني وهذا رقم قياسي حتى عالمي، ثم حتى جامعة تحصلت عليه. لكن هذا ما صارتش عليه كما نقولوا ضجة إعلامية ولا لفتة حتى إعلامية، يعني احنا حتى كاش نحكيه حتى على البيئة مثلا وكل شيء، معناها راهو السنة الفارطة كانت عندنا ما نحشمنا بالحق، تونس كانت عملت حاجة ما وقفتش معنا السلطات اللي معنا ما نظفتش الشواطئ، وكان برشا بلاستيك وكان برشا معناها دبابس انت قوارير معناها متمياه، وكنا نبهنا على هذا في الاجتماعات اللي قعدنا فيهم، ومع الاسف حتى حد ما تحرك، وصنع عندنا بطوله عالم زاد في نفس الحمامات، ونتمناو اللي معناها المسؤولين معناها المحليين او الجهويين بالي الرياضيين بيدهم هما اللي ولاو يلقطوا هكا. نعم. ولا سيمونير. نعم. هما اللي يقطوا في البلاستيك، دونك احنا الاولاد نتاعنا هما لقطوا البلاستيك، كانوا اسبانيور معناها تصوروا بحذا البلاستيك عملت ضجة كبيرة برشا معناها في تونس، وتحركت الناس ومعناها حقيقة شيء مؤسف، حاجة غطات تحشم. حتى على الميداي اللي هزناهم ما عادش نعطيو ما عادش تقدروا حتى شيء لي فالور، ما عادش تو جايينك ضيوف من العالم الكل، تو شنو هو الميساج اللي حبوا نعطيوه هوني؟ صحيح كابتن، صحيح مهم ياسر ان تحصلوا على الميداليات، لكن اهم من هذا الكل انه كي يجي الرياضي والسائح الاجنبي يغزر للبحر باش يمارس الرياضه، واحنا ديما الرياضه عندنا احنا سينونيم تاع ديسيبلين ونظام ونظافه وكل شيء، يلقى شطوط المسخه ويلقى يعني البحر المسخ، شيء مؤسف. تصور اليوم شاطئ الحمامات، احنا شاطئ الحمامات اللي هو من احسن تقريب الشواطئ في الكاليتين تاع الرمال وكل شيء، وتجي ترقى فيه الكميه الكبيره الهائله من البلاستيك، والشيء مازال موجود تويك. معناها انا نحب ننبه معناها الاخيان اللي البطوله قريبه برشا، بطوله العالم، ولازم من تويك خاطر معناها الناس المصطفين موجودين، وثم شويه تسيب معناها حقيقه، ان شاء الله معناها يتلم البلاستيك هذايا قبل بطوله العالم اللي بتصير في نوفمبر. معناها كنتوا قدمتوا بمطلب للسلطات المعنية باش انها تتكفل بالحكاية، يعني هذا يصير في الاجتماع التحضيرية مع شكون يحضر معكم؟ يعني السنة الفارطة ما حضر حد، معناها الوالي ما رفض باش يجلس معنا، وسنا ما حتى السنة هذه كيف كيف، معناها عندك بطولة العالم ما ان شاء الله ما تكونش امور سياسية، لكن معناها حقيقة عليه يرفض، ما يعني ثم امور سياسيه في الحكايه، ما مش ما ندخلوش فيها، مش موضوعنا، فهمت؟ ما ندخلوش فيها تو، لكن مع الاسف كان معناها هذا اللي توجد معناها في تونس السنه الفارطه، ان شاء الله السنه نتجاوزوا العقبات هذه الكل ونعملوا حاجه مزيانه لتونس، وخاصه الاولاد نتاعنا حاضرين، والاولاد نتاعنا عندنا ابطال عالميين، معناها عندنا في شامبيون دي موند، واليوم عندنا ابطال العالم معناها في رياضه الصيد البحري. وخلينا نزيدوا احنا نشرحوا حتى العبيد اللي مازالت ممكن ماهيش تمارس فيها الهوايه هذه لكن مش من بعد رياضي، خلينا نزيدو نشرحوه ونزيدو نفسرو لهم كيفاش تتم العمليه بالضبط. دونك احنا بكري وقفنا في الصيد مشاطئ، يرمي السناره نتاعو واكثر واحد يجيب حوته ورابح. نعم، هي تمشي بالكميه معناها نتاع السمك اللي خرجها، لكن الكميه هذه السمكه عندها الوزن نتاعها او القياس نتاعها، اما دي كريتير. نعم، مثلا نقولوا اقل من 15 سنتيمتر مش مقبوله، ومثلا اكثر من 50 جرام مثلا، حاجه من النوع هذايا. وخلينا ناكدوا زاده للاسماك هذيا راهي ما تقعدش، ما يرجعوها للبحر. نعم، دونك هذا هو البرنامج، يولي السمك وقت اللي خرجوه يعاودوا يرجعوه للبحر، وهذا فيه بطبيعه للمحافظة على البيئة البحرية والمحافظة معناها على الشواطئ. شنو بقيت الأصناف؟ يعني عندنا زاد كيف كيف الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي، عندنا دونك لابيش سومارين اللي هي الصيد بالغطس، الصيد بالغطس زاد كيف كيف عندنا أبطال تبارك الله عليهم، وهنا زاد نحب نزاد نأكد اللي رياضة الصيد بالغطس هي رياضة بيئية زاد في نفس الوقت، ماهيش ما فيهاش
ما تضرش السمك. علاش؟ على خاطر فيها تختار الرياضي يختار السمكه قدامه. تو مثلا نعطي المثل نتاع الكركاره كي تخرج او الشبكه كي ترميها تخرج الحوت الكل معناها وتخرج كميه الملمه واللي فمها. اكزاكت بالضبط. والصياد بالفيزيكا بالفيزيكا يختار السمكه نتاعو اللي يمشي يخرجها. والقانون وانا واضح هنا يقول لك 7 كيلو دونك عندنا قانون اللي ينظم الطريقه هذه. عندنا دوز ايفينمون كبار باش يصيروا عن قريب. لورو افريك اللي باش يصير في بنزرت هكا في سبتمبر. نعم فورتيش اعطينا فعاليه لورو افريك باش يصير في نوفمبر دونك من 7 الشهر القادم دونك من 2009 من 7 لل 9 سبتمبر ولا نوفمبر سبتمبر ذهلي سبتمبر ونوفمبر في الحمامات شامبيونات دو موند هكا كابتن نوفمبر 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 دونك الشهر القادم الشهر القادم عندنا لورو افريك شكون باش تكون في مدينه ولايه بنزرت. زاد كيف كيف عندنا الفرق الوطنيه نتاعنا قاعده تحضر بخاطر هذه ستونيتاب مرحله باش تترشح بها لبطوله العالم. واحنا مترشحين بصفتنا البلد المنظم وفيها برشا خدمه زاد كيف كيف وتحدي اي ذوما الصور نتاع الانيفينمون تعمل بالشراكه معكم انتم الجامعه هوني نراو يصطادوا من الباتوري تصويرتك كابتن ريتكش هما نظموه بالشراكه معنا هما الحق عندهم طول ميريت ونشكر سي منير وسي وسيم القلسي بالمناسبه الحق نتاع ربي احنا اونايل ما كانش يكون عدد كبير على خاطر ونتاسفوا للجماعة اللي قاعد في ليز دو تونت على خاطر الديك ماهيش طويله ماك تعرف عندك اي حطينا قداش سي منير بالمناسبه يلزم ما بين الصياد والصياد في لابيش اونجليز هو نورمالمون ثم 20 متر معناها بين الصياد والصياد واحنا نجم نتحكموا فيهم انا بالنسبه لهذا 20 25 يعني من 20 فما فوق نعم ماذا بينا خاطر بين السيد والسيد باش ما يدخلوش لازم فما مسافه اي اكيد يتحب حوته هكا عنيده كما قال الاخر كابتن حاول حتى في اقل من دقيقه في 30 40 ثانيه شنو مدى اهميه ليزيفينمون اللي كيما هكا اللي يكونوا دوليين كما الشامبيونا دو موند اللي باش يصير كما باش يصير لورو افريك باش تولي تونس وجهه سياحيه بديله ما نجيوش ماناش جايين مثلا كان للوتله ولا نجموا نجيو لتونس باش نمارسوا رياضه نجموا نجيو لتونس باش نمارسوا الروندوني نجموا نجيو لتونس باش نمارسوا الغوص البرا فما ابليكاسيون كامله العباد مني مغرومين بالبيش ويعملوا لابيش توريستيك ابليكاسيون كامله تسجل عليها من كافه انحاء العالم باش تاخذ رونديفو باش تعمل خرجه نتاع بحر في مارسيليا وفي تونس تبارك الله الكوت عندنا واسعه والثروات واسعه وعندنا سورتو لي كومبيتونس هذوما مناسبه باش توري للعالم اللي عندك ان اوتر توريست الترناتيف يزينا بلا باتو جي وطبيل وزكار ومع كل احترامي واضح اما يظل الدنيا تطورت كما قلت انا ماهوش كان السياحه الفولكلوريه هذيك تنجم تكون فما سياحه فولكلوريه وبطبيعه الحال الناس الكل نحبوا حتى الاجانب يحبوا وذيك هذيك الايدنتيتي نتاعنا والهويه نتاعنا بريتو القريبه وال نطور الهويه نتاعنا راهو كانت تركيه وقبلها بونيقيه وتعدينا هو الخليط التونسي جميل ومختلف واحنا معروف علينا نتاقلموا مع المستجدات دونك ماذا بينا نطوروا شويه رويحنا ونعاونوا هالمناسبات هذوما نضفوا لهم على اخويا عاونوا نضفوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الشامبيونات دو موند في الحمامات تكون الامور نظيفه ونحاولوا احنا زيدا نغطيو ليفينمون هذا يعطيك الصحه سي فتحي بيار احنا هكا نكونوا وصلنا تقريبا لاخر موعدنا معك انت كابتن انيس زاروخ باش تعطينا حاله الطقس غدوه نهار الاحد 14 اوت 2022 توت سويت في ميتيو مارين. ميتيو مارين النشرة البحرية اليوم الأحد 14 أوت 2012. الطقس بالسواحل باش تتراوح الحرارة ما بين 32 38 درجة. الريح بالشمال يكون شمالي غربي تتراوح سرعته ما بين 10 و15 عقدة. والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية الريح يكون شمالي غربي كيف كيف سرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. والبحر مضطرب بالجنوب الريح أقوى شوية يكون جنوبي شرقي تتراوح سرعته بين 10 و20 عقدة. والبحر مضطرب فشديد الاضطراب شروق 5 و35 دقيقة. والغروب
السبعة واثناش دقيقة. يعطيك الصحة كابتن، احنا هكا نكون خلاطنا الاخر موعدنا لليوم في ميفير معانا. نشكر الناس كل اللي تفاعلت معانا في حلقتنا هذه وكانت في المتابعة على الغاديو ولا اون ستريمينغ على الفيسبوك. نشكر نوتخ كرونيكور الكابتن انيس زاروق، فرات حميدة رفقكم او ميكرو، نور في الاخراج، ايمان جدي في الاخراج الرقمي. مختلف غاراتنا تنجموا تلقاهم وتعودوا تتفرجوا فيهم على الباج فيسبوك نتاعنا غاديو اي اف ام، كيف كيف على اليوتيوب اي اف ام تي في، تلقاونا زيد على الفيسبوك ام تي اش ميديا تالنتس. موعدنا ان شاء الله الجمعة الجاية مع الونيفير مارين كالعادة لقيت هذا من 6 حتى 8 متاع الليل. نخليكم مع باقي برامجنا الاخبار مع مكرم سعيد ديني، ما بقى لي كنقول لكم بون ويكاند.